هلا جايز، كيفكم؟ اليوم عنا فلوج مع ريان. هاي ريان. السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم ريان بده يحضن كثير ناس، خليكم لاخر فيديو شوفوا مين بحضن. كثير انترو غريبة. قاعدين نصور مقطع، جايين نشوف الشيء المجنون اللي قاعدين تسووه في الأردن. يا حبيبي يا ريان، كل العالم. ايش حاب تقول لهم؟ بدي احكي جمهورك من اي دولة؟ من الأردن؟ من كل مكان. من كل مكان؟ والله انه نفسنا نكون في كل مكان، نفسنا نحن في كل الدول العربية، لكن الموضوع صعب واوقاتنا ضيقة. كانت للسعودية وللأردن واحنا عندنا الشرف اللي نتواجد فيهم. ان شاء الله اليوم رح نلتقي في الجمهور في السينمات، حنحكي معهم، حنحضر حلقة معهم، حنضحك مع بعض، حننبسط مع بعض، جدول جميل جدا ان شاء الله. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. حبيبي حبيبي، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا. هلا والله شباب، هين صور فلوج. حابين تقولوا لي شيء؟ لايك. لايك اشتراك حبيبي، يعطيك العافيه حبيبي. الكل يحط لايك يا حبيبي. دنا كيف حالك؟ هلا وسهلا. هلا والله. رح نصور مقطع نجيب فيلمكم. ايش حاب تقول لهم؟ احب اقول للي ما شاف للحين وما تابع لازم تتابع، والله العظيم البرنامج متعة. والله انه 100% لازم تشوف كل الحلقات، لازم تحضر في السينما، ترى في السينما التجربة غير صحيح، مع الناس والتفاعل والضحك. اقسم بالله صادق، يعطيك العافيه والله. شكرا حبيبي. ان شاء الله حيجي يوم، صدقوني حيجي يوم وحنسوي زي كذا، قابلنا ناس ثانيين متابعين. وهذا اليوم ما اسميكم ادم صافي. كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. بخير. لايك شير سبسكرايب. الله عليكم حبيبي، يعطيك العافيه. شكرا. واو سكيورتي مستحيل. الان والله ما ادري، انا قاعد الفلف. احلى شيء انه قاعد نقابلكم والله المتابعين، كل واحد جاء اليوم تصور معي. شكرا لكم مره، احبكم والله. قول لي ايش حاب تقول لهم؟ حاب اقول لهم اليوم بيكون دمار. دمار بيكون يوم سفاح. تتوقع ايش يصير؟ تتوقع ايش؟ تتوقع والله. شوف انت لما تتوقع تخرب على نفسك. ادخل كأنك ما تعرف وين داخل. خلاص ما عليك، مدخل كذا. لا ترفع سقف التوقعات عشان ما يعني مثلا ما تطيح. الله عليك. خل سقف التوقعات لو عشان لما يكون قوي تقول واو. ايش حاب تقول المقطع؟ بيس جايز، ان شاء الله سوي شير وسبسكرايب. انا نسيت هالامور من زمان. انت ليش قاطع؟ خلاص انا ليش خلاص. يا ولد مالك داعي والله. لا حلوه. انا الحين سناب شات ومرتاح الحمد لله. يا جماعه هاي الشعرات بركه. يا حبيبي عند الله. الله يسعدك ويوفقك يا رب، وان شاء الله نشوفك في اعلى 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 المراتب ان شاء الله. الله يسعدك يا قلبي. ابغى اوريكم اصغر متابع لي. السلام عليكم. ايش اسمك؟ دانيا. كيف حالك دانيا؟ الحمد لله. عرضتكم تحية. شكرا دانيا. الحين معانا وغدة. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. ايش توقع؟ نورت الأردن. أكيد أكيد. نور نوري. ايش توقع يصير اليوم؟ والله ما عندي ولا أي فكرة، بس على الضجة اللي أنا شايفيته شكله شيء مجنون. أكيد مجنون. مجنونة. موجودة مو مجنونة. موجودة موجودة. العجائب. جينا عند إي تي بالعربي. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ مظبطني بعد. شباب انا اسوي مقابله مع كل شخص، فاهل اليوم راح نسوي معك مقابله. تقدر؟ اقدر. تقدر؟ اقدر. يلا فرجيني. ايش اسمك؟ انا اسمي وسام علي. كم عمرك؟ 28 سنه. ايش تسوي بحياتك؟ انا ريبورتر اي تي بالعربي في الاردن بس. صح معلش معلش. كمل كمل. انت كمل. من وين؟ من الاردن. من وين ولدت؟ انولدت في الاردن. اي ساعه؟ والله هذا بتسال الحجه. يا اما اليوم احنا اليوم شفنا ريان يا حبيبي المشاهير. انا بدي احضر اليوم احلى حضن. يا حبيبي والله احلى حضن، احلى من خم كل الاحضان. يا حبيبي شكرا حبيبي. معكم ليلى. كيف حالك؟ انا حبيبي. يا حبيبي والله تمام تمام. ايش حاب تقول المقطع؟ والله بخير بخير. ايش اليوم حيكون قوي اكيد. مجنون مجنون. اكيد رامي. كيف حالك؟ سلام. والله الحمد لله. ايش بتقول؟ شو الوضع؟ شو الاخبار؟ اخوي سوت التبولة؟ خلصت، ما بدا اجمع بس بلبنان. ناطر اجمع اكبر صحن طبولة بالعالم. متى رح تسويه؟ يعني ان شاء الله جمعتين ان شاء الله. لا 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 يا رامي. جوا جوا شوف يا عيال معانا اكثر شخص سوي مقابلات، احنا اليوم سوي مقابلة معاه. اهلا وسهلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج عادي البودكاست. الله معنا اليوم ضيف الحلقة ريان شديد. احكي لنا عن تجربتك في اليوتيوب الى الان. اسمع والله اسمع، اول شيء سويته بديت بقش واحد، وهذا القش عشت فيه لمده 30 يوم وسافرت دبي وعرضت لابو فله. سويت سلسله ثانيه حضنت 35 مشهور ما شاء الله. وسويت تحدي مع مستر بيست عشت جوا صندوق الميت 100 ساعه.
ما شاء الله ريحته كبيره. عاد لازم نستضيفك قريبا ان شاء الله. والله اشترى مني ما عندي مشكله. متى راح يكون الموسم الجاي الجديد ان شاء الله؟ قريبا في دبي. هاي اخبار حصريه انت ما خلاص مش داعي اعمل مقابلات عندك كل الموضوع خدت عليك. توفيق ان شاء الله. لايك سبسكرايب حبيبي. يلا وين تبلش؟ وهلا والله دبي يوتيوب. انا ماليش على القصص والله. لا احط اللقطه شباب. اعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت واذا ما عملت هيك فعلم ان الشيطان منعك. حبيبي والله حبيبي تشرفت فيك. ايوه الله يخليك حبيبي. شكرا حبيبي. حبيبي خلاص حبيبي. حبيبي في كثير ناس بيقولوا لازم تحضن عمر. عمر بدي اشوف الكواليتي تاعت الحضن كويسه ولا لا. يا حبيبي يا حبيبي يا شباب تدرب كويس اكيد. 35 واحد احسنت اخوي. ما ادري انت ايش تبغى. كل الناس يحبوك فالحين يعني قاعد يزيد الريتنشن. طيب قاعد يزيد الفيورز فايش حاب تقول؟ طول ايش تتوقع يصير تحدي المعلومات؟ حيحكوا معلومات كثير اليوم. ايوه اتوقع يكون في معلومات. تتوقع في انتقاد؟ لا لا ما الانتقاد بيجي بعدين. ايوه 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 مرحبا بكل شيء بالمقطع. بحبكم اشتركوا بقناة. كيف حالكم؟ الله بالسلامة. قاعد اصور مقطع. ايه فايش حابب تقول؟ حابب اقول حياكم الله اليوم في العرض الاول في الاردن ان شاء الله. تحدي المعلومات يا ساتر احسن تحدي بالدنيا. الله يجزاك خير. برنامج يوتيوب ينقل على شاشات السينما وهذا شيء ان شاء الله انه فخر لنا ولجميع العرب يا حبيبي. يا حبيبي اشرب تست ريفيو كم من 10؟ 9. ليش؟ ما في ثلج. ايش بقول؟ اصور مقطع. حياك الله. طبعا احنا شاكرين لوجودك هون. يعني اليوم في حدث مهم جدا هنا في الاردن. اهم حدث ان نطلق تحدي المعلومات في السينما ابراهيم هنا في العبد الليمون. بسم الله ما شاء الله. يعني الجمهور الاردني جمهور غفير، جمهور مخيف، جمهور محب، جمهور عاشق، جمهور متيم. وهذا بحملنا مسؤوليه عظيمه وعظيمه جدا ان نعطيهم شيء يعني يرقى لمستواهم. ان شاء الله نوفق في ذلك. وبارك الله فيكم على الحضور جميعا. شكرا لكل من حضر. شكرا حبيبي محمد عدنان. شوف محمد عدنان قاعد يسوي. والله يعني محمد عدنان قاعد يتعب قد ما يقدر. شوفوا محمد عدنان قاعد يتعب لكم بشكل قاعد يسوي كل شيء. يعني هذه مني بدل من محمد عدنان مني. فهمت يعني انا فهمت يعني كل شخص ما قدر يتصور معاه فيقول لكم شكرا على كل شيء. طيب راح نطلع من باب خاص. شو نوال شوف حياة المشير صار هنا. الحين راح نتابع تحدي المعلومات حق محمد عدنان. سوي سبسكرايب. طيب قبل ما يبدا تحدي المعلومات نبغى نسال شخصين اتوقع هم خبرين فيه. فانا اول شخص بنعي ليال ايش تتوقع يصير معك؟ اتوقع حيكون حلقه نار. اتوقع الحلقه حتكون نارين مش نار. نار النار. زي ما شفتوا انا اتوقع نارين كمان. طيب كيف يكون خلصنا الفلوق اليوم ان شاء الله عجبكم. تحدي المعلومات فخم حتشوفوا باليوتيوب ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده. نشوفكم في فلوق ثاني. سلام عليكم. مرحبا. اهلا. خلي يعملوا اشتراك وفولو. الله يعينك. خلي يعملوا اشتراك ويعملوا لايك. خلاص بنا حبيبي. شكرا اعملوا لايك واشتراك. عفوا عليك حبيبي.